حد رينا يضربني حد رجال يضرب برا هو مش مشكله يعني شوف ما تشوفش ناخذ حقي بدايه يعني حتش نستنى لين نمشي نشكي اخدعنا شو معناه انت كان يضربك اي رجعها كان يضربك راجلك ترجع الضربه رجعها ضربني بكف رجاله كف ضربني بحاجه اخرى زاد بحديد رجاله عادي وانا نحكي بالرسمي مش نفدلك كون يعرفوني صحابي ويعرفوني تضرب نضرب في القدي زيد جرب تضربني قدام الكاميرا مش نضربك انت يعني باش شنو تنصح اي امراه تعرضت للعنف هني قلت لك اي مرأة تعرضت للعنف ترجع الضربه ما خد الحكم ما ياخذش القائم ياخذ لها هيش حقها فهمتني حكايه فارغه والله تاخذ حقها بيديها وكاها وراسك انت اه الراجله وين مسكين تنسيه وما نمسيه ليه انا قلت لك ترجع هي الفاعل ما تمشيش تشكي بيه خاطر باش تولي مسكين كيكة بالحق مسكين الراجل خاطر القانون مع المرأة ما تشوفش انه باش يولي تطيح قدر الراجل يضرب والمراه تضرب وهو برأس امك تاويك شنو قاعده تشوف قليل تلقى شكون اكلفين وذيك فهمتني تمشي تشكي ولا تكلم بوبا ولا ماما اما البقايا الكل ما عاشت والبنات ارجل من رجال حاشا اللي ما يستاهلش نحكي بالرسمي مش فاهمه لا قلت حاشا اللي ما يستاهلش فهمت لازمك تركز مع اللي قاعده نقول عايش خويا كمل معايا خل نوريها بالرسمي تاخو حقي ولا والله كان نكمل كل مرة راك شوف ابي نحكي حاجة اخرى المرأة اللي طيح من روحها على خاطر رجلها اسكو ضعف شخصية والا قوة لا شا اسمعني المرأة شنو قلت لي انت طيح اللي طيح من روحها على خاطر رجلها اسكو ضعف شخصية والا قوة عليها الهف فهمتني لازمها المرأة ما تطيحش من روحها جملة تكون شخصيتها ديما قوية فهمتني وديما تظهر روحها اللي هي أقوى منه باش هو ديما يتيح اللوطة أما هي باش تطيح من روحها راه سي مشيت مسكينة في العفس بي والمرأة اللي تسامح برشا ليه اللي تسامح برشا هذيك أنساها مش موجودة جملة مسكينة اللي تسامح برشا ما يقول لها ضربتها المرة ذي بكف سامحتني نضربها المرة الجاية ما نعرفش أنا نرميها زادة من طاق ثاني ثالث زادة تسامح فهمت كيفاش لازم المرأة ما تسامحش الجملة صارت مشكلة تعمل كيف ترجع معنا العين بالعين والسن بالسن والبدي أظلم وطويكة كيكة اللي يرجع حقه يعيش واللي ميرجعش ما يعيش خط في الدنيا ذي طويكة واللي وحاشك مام حتى بوز تكون ذيبة تكون ذيبة لا يكلوك الذيوبة طويكة شو تنصح أي مرأة تعرضت للعنف هني قلت لك ننصحها أنها ترجع الفعل متاحة خط كان مش تسكت شاك تشوف الاختصاب وتشوف الشيء وتشوف الضرب يعطيك كف تسقط له يزيد حاشك يرد عليك كف كان هو يفك بكف ترجع له كف وقتها يرخ معاش يكلمك جملة يتيح خاطر يحبوا كانش اللي يخوفهم راه ما يحبوش اللي حتى الناس الكل يعني نحكي لك حتى أقوى عبيد خاطر مهما كان ربي القوية فهمتني وكها يستضعفوا الطفلة صحيت أنا على ذيك أنا مش نماري فيهم في طفلة نماري فيهم في راجل مش طفلة عايشة راجل صحيت خاطر ما تنجمش تعيش مع امراه كي نجيبش نتحط امراه نهار اخر تنتحط امراه في داري فهمت اما تويكه في الشارع لازم تتحط راجل باش تنجم تسلك روحك لقيت روحك على الاخر زيده والله مكلمني حد ما يدور بيا حد اللي يقول لي كلمه رجع له 10 هكا هذيك هاي عايش رقعة جاك تشوف اللوك نتاعي وتشوفي كل شيء احكي لي احكي لي على اللوك نتاعك كي جيجي خلينا نقربوا شويه لهنا احكي لي على اللوك نتاعك ترى هاك تشوف يعني شنو ناقص انا على الرجال وشيم فهمتني لوك نتاع شعرك